كلمة الله بحس إن أنا مرتاحة وإن كل حاجة في الدنيا هتعدي. بحس بشعور غريب جداً، بحس إن أنا عايزة أعيط، بحس إن أنا ببقى أوقات كتيرة جداً بعيدة عن ربنا، وبحس إن أنا أول ما بسمع كلمة الله أو كلمة ربنا إن أنا ببقى عايزة أرجع له، عايزة أروح له، عايزة أتقرب له. أولاً خشوع جامد جداً لربنا سبحانه وتعالى، دي قبل كل شيء، لأن الإنسان من غير ربنا مش هيساوي أي شيء. بحس بقشعيرة في جسمي، بجماله، في حلاوته، في جماله. في أكتر من ربنا تاني؟ الارتياح، طمأنينة، الاحتياج كمان أكتر. لما بسمع كلمة الله أول حاجة بتخطر في بالي بحس بشوف قدامي أولاً صورة الكعبة. بحس إن أنا تايهة، وكلمة الله دي بتحسسني فعلاً إن ربنا يبقى معايا في أي حاجة صعبة. ثانياً ببص للجنة، الكعبة. لو حد قال لي أوصفي ربنا أقول له إن ربنا ده كبير قوي وحاجة جميلة جداً، هو مش هنعرف نوصفه بس هو جوه كل حد فينا. هقول له الله جميل والله غفور رحيم. بص حواليك وبص للسماء وشوف مين اللي مبدع الحاجة دي. طب ما تبص المبنى صغير عبارة عن 3 أو 4 دور ولا 10 دور ولا 20 دور بتقول ياه، طب بص ربنا عامل ايه اللي مطلع السماء من غير عواميد. الله سبحانه وتعالى ملك الوجود وليس له حدود. ربنا في الزرع، في المية، في كل حتة، في الزرع، في شجر، في كل ممتلكات الله. خالق الكون أكرم الأكرمين. لكل شيء بداية، وما ينفعش بداية الكون ده تكون ذرة أو صدفة، يعني مين اللي خلق الصدفة دي؟ ربنا. يوم من الأيام ولما أشوف ربنا هقول له سامحني بجد، أنت عملت معايا حاجات حلوة كتير قوي بس أنا ما كنتش قادرة أوفي كل النعم اللي أنت عملتها فيا. هقول له سامحني، هقول له اغفر لي اللي أنا عملته، هقول له ربنا إننا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا فاغفر لنا، سامحني وعملت على قد ما أقدر، سامحني. أوصف علاقتي بربنا بلا إله إلا الله. أنا بحب ربنا جدا جدا. علاقتي بربنا القرب، الاحتياج. يا حبيبي يا الله